استثمار الاجتماع الذي تقوم به سوماتراك عبر العديد من ولايات الوطن ضمن أهدافها المسطرة لتمويل مشاريع تنموية في مختلف المجالات لا سيما في المناطق الريفية والنائية على غرار تعزيز المرافق العمومية لفك العزلة. استفادت اليوم بلدية لارجام في إطار اتفاقية المبرمة بين بلدية لارجام ممثلة في ولاية سمسيلت ومؤسسة سوناطراك من ملعب جواري بدوار المسوس. هذا الملعب اللي راح يكون متنفس لساكنة هذا الدوار الذي صنف في إطار مناطق الظل. نتقدم بالشكر الجزيل إلى مؤسسة سوناطراك على هذه الالتفاتة، كذلك الشكر موصول إلى السيد والي ولاية تمسيت على المجهودات المبذولة. نشكر مؤسسة سوناطراك على هذه الاتفاقية لفائدة بلدية سيدي عابد، لفائدة سكان دوار رسالمو بإنجاز إعادة الاعتبار للملعب الجواري لدوار رسالمو. كما نشكر السادة السلطات المحلية على هذه المبادرة.